ذيك المرة حكيت عن موضوع التدريب رمضان للي بده يحافظ على الكتلة العضلية. طريقة التدريب راح تكون عبارة عن سيركت تريننج. فاليوم راح الجيم احاول اعطي الموضوع بشكل مفصل عن سيركت تريننج للأبر بودي وللأور بودي وكيف تعملوه خلال رمضان عشان تحافظوا على الكتلة العضلية. كيفكم يا جماعة؟ بدنا نحكي شوي عن السيركت تريننج برمضان. السيركت تريننج بنستخدمه برمضان لنحافظ على الكتلة العضلية. طبعا هذا الفيديو كان مفروض يتصور بطريقة أكثر بروفيشنال، بس صراحة اضطريت أسافر وما كان عندي وقت، فعشان هيك عم بصور لكم إياه سناب شات. طيب لما نستخدم تقنية السيركت تريننج خلال رمضان بيكون هدفنا نحافظ على الكتلة العضلية. إذا استخدمنا هاي الطريقة راح نحصل على تفصيلة عضلية أكثر وتفصيل للجسم أكثر. في كثير طرق نتدرب فيها برمضان، لكن أنا بفضل طريقة السيركت تريننج بحيث إنه ندرب الجزء العلوي لحال في يوم والجزء السفلي لحال بيوم منفصل. فهيك بصفي عنا 5 أيام تدريب في الأسبوع، يوم ندرب فيه الجزء العلوي ويوم ندرب فيه الجزء السفلي وهيك. طيب بشكل عام خلينا نحكي عن سيركت تريننج. هو بنستخدم فيه تمرين أساسي واحد لكل عضلة. مثلا لو بدنا ندرب الجزء العلوي للجسم حنختار تمرين واحد أساسي للصدر، تمرين واحد أساسي للظهر، للباي، للتراي ولل. حنلعب جولة واحدة من كل تمرين، حيكون عدد التكرارات من 15 لـ20 تكرار، طبعا بتركيز شديد على التكنيك. ركز على التكنيك بشكل عالي جدا، حنستخدم اوزان خفيفه نسبيا، ما حنستخدم اوزان عاليه. ركز على عمليه الانقباض والانبساط للعضلات بكل جوله، بكل ريب، بكل تمرين. مثل ما حكينا بنلعب جوله واحده من كل تمرين 15 لـ20 تكرار، ومباشره بننتقل للتمرين اللي بعده من غير راحه نفس الطريقه 15 لـ20 تكرار. حنلعب جوله واحده من كل عضله، بعدين ننتقل للعضله الثانيه لخلص عضلات الجسم كلها العلويه. هذا بنسميه سيركت واحد، بنريح بعده دقيقه. هذا السيركت بنعيده 3 لـ4 مرات، علشان هيك اسمه سيركت. بنلف على عضلات الجسم كلها من غير راحة بتكرار عالي بوزن. خلينا نشوف مثال على هذا الحكي. يلا. طبعا بعد كل سيركت بنزيد الوزن، بنثبت على نفس التمارين، بس بعد كل سيركت بنزيد الوزن شوي. نفترض انه حبلش تمرين الصدر ببنش بريس. بس اخلص تمرين الصدر مباشره من غير راحه راح ننتقل لتمرين الظهر اللي هو لات بول داون او السحب العلوي، نفس الطريقه 15-20 تكرار. بس اخلص تمرين الظهر مباشره بننتقل لتمرين الاكتاف، وانتم مخيرين بين البريس وبين الفلايز اللي بدكم اياه اختاروا. بس خلصوا مباشرة تمرين الكتاف راح ننتقل لتمرين تراي دايركتلي بنفس الطريقة 15-20. طيب بعديها مباشرة بايسبس من 15-20 تكرار نفس. نكون 50 سيركت واحد. هلا السيركت اللي بعده بنزيد الوزن شوي، نفس التمارين نفس الطريقة، ما في راحة بين الجولات، بس في راحة بين كل سيركت. طيب هذا الحكي بنعيده من 3 لـ4 مرات، ما ننسى الأوزان خفيفة، تكرار من 15-20، ما في راحة بين الجولات. هيك نكون مخلصين السيركت للجزء العلوي. المرة الجاية اللي بتعملوا فيها سيركت غيروا التمارين، بدل صدر مستوي مثلا اعملوا صدر علوي وهيك. طيب السيركت للجزء السفلي من الجسم بده يكون عبارة عن تمرين للجزء الأمامي، تمرين للجزء الخلفي، تمرين للبطات، بس مش أكثر، نفس الطريقة بنلف عليهم. أتمنى هيك وصلتكم فكرة السيركت بشكل أحسن. بس